هسه رجعنا وياكم. ايه هسه صار تمام. هسه رجعنا وياكم مثل ما عرفتوني هنا البث، لان تعليقات شلون عندنا خلل ومدها طلع تعليقات فعدنا البث. مرحب اهلا وسهلا بكم يا مية هلا نورتونا. نبدي اول شيء سعر الذهب اليوم 325 نبيع و310 نشتري من عندكم المثقال. اجورنا مثل ما تعرفون اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا فقط 4000 على الغرام. طبعا اللي يسال انه عندكم يعني فيديوهات ناشريهم من اجورهم 6000، صحيح انه عندنا بضاعه جزء منها اجورها 6 وجزء منها اجورها 4000، لان نحدث البضاعه توصلنا بضاعه كل جديده ويعني محسوبه علينا بهاي الاجور، احنا مضطرين نحسبها بهاي الاجور لان مترهم الا بهيج اجور. فالبضاعه اللي توصلنا نحدث بها على قد ما نقدر بضاعه كل جديده وكلها مستورد ذهبنا. مثل ما تعرفون ذهبنا خليجي تركي ايطالي، ذهبنا كله مستورد، ما عندنا ذهب عراقي. نشتري من عندكم العراقي لكن من بيعكم. فهسه نبدي اول شيء انه انا محضره لكم بضاعه فشي مو طبيعي، بضاعه كلش حلوه مثل ما عودناكم دائما على بضاعتنا. نبدي عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. مثل ما قلت لكم اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق وهي فقط 4000 على غرام. اكثر البضاعه اللي عندنا بالمحل هي 4000 على غرام، وجزء من عندها البضاعه اللي توصلنا جديده جزء من عندها اجورها 6000. مساء النور والورد على عيونكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم. صعدوا لنا البث ومشاركات، سووا مشاركات على مود البضاعه اللي وصلتنا راح اعرضها لكم، بس بشرط انه صعدوا لنا البث شويه لان البث يعني مو شيء. امي جن اليوم ملابسه تراشي، صحيح والله ملابسه تراشي لان هذا شعرك ما تبين تراشي، لبست لكم دني يعني مو كافي دني مو كافي دني لابسه ثناني. الله يرزقكم جواد زيدان، يرزق الجميع يا ربي، اشكرك نورتنا. محمد موفقين، توفيق للجميع يا ربي، اشكرك نورتنا عيوني انت. اي الصمت لغتي حبيبتي، نور عيونك انت اللي منورتنا عمري. فاليوم هسه راح نعرض لكم البضاعه، بس بشرط صعدونا البث لان البضاعه وصلتنا والله العظيم تفوتكم اذا ما صعدتونا البث على مود تشوفوها، لان اني بشرط ما اشوف لكم الا صعدونا البث. فاريدكم صعدونا البث بسرعه على مود اعرضها بسرعه. مثل ما قلت لكم مثل اللي تطلبونه انتم دائما اللي رايدينه تراشي، تراشي كل الموديلات، حلقات، محابس، شوفوا من هذا المحبس وتقيسوا محابس، قلايد، كل شيء اللي تردونه تلقونه متوفر عندنا عند صياغه جودي وتنورونه بكل وقت. سعر المثقال 325 وصعدوا لنا البيض، طبعا نبيعه 325 نشتري ب 310، صعدوا لنا البيض. بدي انتظر اني هسه طبعا البضاعه قدامي وما اعرضها لكم، منتظره صعدوا لنا البيض على مود اعرضها. انهار بضاعتكم تخبل بالتوفيق ان شاء الله. حبيبتي انت اللي تفضلين، فدوه الك، التوفيق للجميع يا ربي، اشكرك. طبعا اللي يسالون على خدمه توصيل، عندنا خدمه توصيل لكل محافظات العراق من الشمال الى الجنوب، وين ما تكونون توصل لكم القطعه لحد باب البيت. راح تاخذون القلاده وياكم. زمان وصيص سوداوي بيش، هذا اللابسته. راح نبدي اول شيء انه اللابسته بيش. سعر هذا اللابس اول شيء هو وزنه شقد؟ 263 غرام، 263 غرام و 350 سعرها اكثر من ربع كيلو مثل ما سمعتوا. وزنه 263 غرام يعني سعره 18 مليون و 170 الف. مثل ما اقول لكم دائما انه القطع اللي تعجبكم تقدرون تاخذوا لها سكرين تدزونها على الخاص، اندز لكم تفاصيلها كوزن وسعر. هذا اللابسته وسعره العفو 18 مليون و170 الف. السلطانه ملاك القلاده هاي بيش، حياتي القلاده اللابسته سعرها 18 مليون و170 الف، وزنها 263 غرام و350. شنو سعر الذهب؟
سعر الذهب 325 بيع و310 نشتري من عندكم. مثل ما قلت لكم انه اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا فقط 4000 على الغرام. طبعا 4000 على الغرام الاكثر البضاعه اللي موجوده عندنا بالمحل، واللي بنعرضه لكم كم قطع معينه بنعرضها انه اجورها 6000 لان بضاعه جديده. ومثل ما قلت لكم انه بنحدث بضاعتنا، بيوصلنا اشياء جديده كلش، وفد شيء روعه يعني. فهسه انا والحدا ترى والله منتظره ما يصير شيء، منتظره صعدونا البث واعرض لكم البضاعه. خلي بين ما صعدونا البث راح اشوفكم هذا المحبس. انزع البث، شوفوا لي اكو مثل رجالي. شنو هو اللي رجالي يعني؟ ما فهمت. شوفوا لي هذا المحبس. نور الهدى ثبتي بتعليق. عمري انت شنو اللي ثبتي بتعليق؟ قولي لي وتدللين. شوفوا ها سعر القلاده. تمام، ثبتوا لنا يا سعر القلاده. سعر 18,170,000. قلب الصغير لا يتحمل 18 مليون، يعني يتحمل ملايين، ما يقدر يتحمل 18 مليون. شوفوا لي هذا المحبس، خلي نشوف وزنه انا وياكم وراح نشوف سعره. وزنه 18 غرام و310، سعره 1,300,000. سعره 1,300,000. نريد نشوف سوارات كارتير. تدللون اني محضره لكم كل شيء تردونه، سوارات كراتشي قلايد بتوس كل شيء تحبونه هسه محضرته لكم. بس منتظره والله صعدونا البث على مود اشوفكم البضاعه اللي وصلتنا الجديده اليوم. ولو اني مدى صعدونا البث بس ما راح اعرضها لكم. راح نشوفكم ذولي البتوت. شوفوا لي ذولي البتوت. اول شيء خل اقربهم. ثبتي هذا، لا هنا بعيده راح تحصل علي. شوفوا لي ذولي البتوت، شوفوا جماليتهم وشوفوا نقشتهم ايش قد حلوه. فشي كلش روعه. ذولي مصطفى الاجور، اجورهم 4، الاجور 4000 على غرام. راح نشوف وزنهم وسعرهم. هاي الوزن. وزنهم 112 غرام و770. سعرهم 7,780,000. السعر 7,780,000. مثل ما قلت لكم انه اي قطعه هنا تعجبكم تاخذوها سكرين تدزونها على الخاص، ندز لكم تفاصيلها كوزن وسعر اللي ما يلحق على السعر. هاي القلاده بيش. هلا علي حبيبتي، القلاده 18 مليون سعرها و170 الف. يابا تدور من 500 وجوه، والله العظيم انا محضره لكم كل شيء تردون من 500 وجوه، من 500 وفوق، كل شيء تردون موجود محضرته لكم. شوفوا لي ذوي البتوت، شوفوا نقشتهم، شوفوا جماليتهم. تقدرون تاخذوا لهم سكرين. خلينا نشوف وزنهم وسعرهم. ذوي وزنهم 141 غرام و930. سعرهم 9,795,000. السعر 9,795,000. استاذ سهاء اريد صور الكارتيرات. حبيبتي الصور ترديهم راسلينا على الخاص، راح يدزولك كل الصور وكل الموديلات اللي انت رايدتهم بالوزن والاسعار اللي رايدتهم، وتدللين من عيوننا. اللي طلب كارتير اريد قطعه سوداء. يا جماعة الخير أريد قطعة سوداء. قطعة سوداء. أول جرارة. أول جرارة. ناديه منوره محبس ليرة. اذا ممكن عمري انت اللي منورتنا حياتي، تدللين هسه نعرض لك المحابس اللي تردوهم. شوفوا لي هذا السوار اللي طلبوا سوار كارتير. شوفوا لي نونه التخم اللي وراك شنو السعر؟ تدللين حبيبتي هسه نشوف لك
سعر شوفوا لي هذا الاسوار طبعا الاضاءه عاليه مياد القيسي ايش قد سعر الذهب حبيبتي سعر الذهب اليوم 325 بيع و310 نشتري من عندكم شوفوا لي هذا الاسوار خلي نشوف وزنه وسعره وزنه 30 غرام من 130 سعره مليونين و125 الف سعر هذا الاسوار الكارتير مليونين و125 الف أم يونس سؤال عن القلادة لو الملاوي ايش قد سعرها بلا زحمة حبيبتي القلادة سعرها 18 مليون و170 ألف وتلقون سعر القلادة مثبت عندكم بتعليق بالبث موجود أما الملاوي أي هذا موجود قدامي الملاوي وزنهم 71 غرام 71 غرام و360 سعرهم 4 ملايين و925 الف سعر الملاوي 4 ملايين و925 الف خلي نشوف هذا الاسوار شوفوا هذا الاسوار الليرات طبعا الليرات هذا الشيء كلش روعه وكلش حلو ومستحيل يروح موديل الليرات اي شيء اذا كان تراتشي سوار قلادة المهم الليرات ابد ما تروح موديلهم فتشي روعة يعني الليرات وشوف العين مالتي كلش حلو هذا طبعا مثل ما قلت لكم انه عندنا قطع اجورها 6000 وهذا الاسوار من ضمن القطع اللي اجورها 6000 هذا الاسوار اجوره 6000 على غرام راح نشوف وزنه وسعره وزنه 20 غرام و320 سعره مليون و440 الف مليون و440 الف بيش الذهب اليوم 325 نبيع و310 نشتري من عندكم ماجد حميد وش الان ما ذكرتي اسمي علقت والله يعني من قد ما تعلق بكل بث بدك تطلع انت قدامي ما كان حد غيرك بده يطلع شوفوا لي هذا الاسوار الكارتير هذا الاسوار الكارتير شوف لي راح نشوف وزنه وسعره 29 غرام و460 سعره مليونين و30 الف مليونين و30 الف نصير الجميلي دا يقول عندكم طبر مبين نيته غير نية ناوي على غير نية اوكي اكو محبس رجالي محمد الشمري اي شيء تردونه تلقوه عندنا متوفر على الصياغه جودي محابس رجالي اي شيء رجالي نسائي تلقوه متوفر عندنا شوفوا لي ذولي البتود بس ميثاق ايش قد قياس البتود طبعا انا كل ما اعطيكم البتود ما اذكر قياس لان القياس موجود كل القياسات اللي انتم تردوها من الصغير للكبير يعني 70 60 اي قياس تردونه موجود المهم شوف الموديلات اللي تعجبكم وتدللون شوفوا لي ذولي البتود حازم القيسي وعليكم السلام اهلا وسهلا نورتنا ذولي البتود خلينا نشوف وزنهم وزنهم 75 غرام و230 سعرهم 5 ملايين و190 الف 5 ملايين و190 الف ميثاق شو وقت راح تردين على سؤالي والله رديت على سؤالك هو انت ميثاق نفسك اللي رديت عليه كسل غير واحد غزوان الحياوي وردة ستولاء اهلا وسهلا بك عيوني انت نورتني شوفوا لي ذولي شوفوا ذولي البتوت شوفوا ذولي البتوت طبعا ذولي البتوت الناعمه طبعا مثل ما قلت لكم وعليكم السلام ذولي البتوت الناعمات مثل ما قلت لكم توت خشنات توت ناعمات كل شيء تردوني راح نعرضه لكم اليوم شوفوا ذولي البتوت مثل ما قلت لكم القطع اللي تعجبكم اخذوا لها سكرين على مود انتو ما تحيرون راح نشوف وزنهم ريم اوكي ممكن تعرضون تراتش حديثة تدللون عمري انتي هسه نعرض لكم كل شيء انتو تريدونه
دول اللي بتوت وزنهم 70 غرام و 860 سعرهم 4,890,000 4,890,000 وردة ورود الشتاء نورة حبيبتي عرضي زناجي عمري انتي نورتينا حبيبتي خدوا القوش تدللين هسه نعرض لك كل شي تردونه تأمرون أمرني شوفوا لي دولي البتوت خلي نشوف الوزن والسعر دولي وزنهم 77 غرام و 820 سعرهم 5,370,000 5,370,000 أميري علي القلادة اللي لابستها شقد سعرها القلادة اللي لابستها سعرها 18,170,000 واللي دي أنا يعني طبعاً كل ساعة أقول لكم السعر بس اللي ما دي يلحق على السعر سعر القلادة راح تلقوم ثبت بتعليق بالبيت شوفونه 18 موجود الوزن والسعر 18,000,000 سعرها و 170,000 محبس ليرة تدللون تدري حياتي هسه راح نعرض لك المحبس الليرة سلسبيل ابن نعيم شوفينا اذا ماكو زحمه الحجول اللي متوفره يمكم اعطينا الحجول شوفوا لي دول البتوت شوفوا دول البتوت هاي البتوت وزنها 52 غرام 730 سعرها 3,640,000 3,640,000 أمير بكلمتي محبس اللابسته شقد سعره حبيبتي هذا المحبس هلا اشوفه لكم عن قرب اللي عجبه القطع اللي دا اعرضها لكم اللي تعجبه خذوا لها سكرين على مود انتم ما تحيرون بها راس ندزونيها على الخاص راح ندز لكم تفاصيلها كوزن وسعر نصير الجميلي ايش قد خدمه التوصيل طبعا خدمه التوصيل داخل بغداد 5000 فقط اما المحافظات ف 10000 فقط المحبس المحبس 18 غرام و310 سعره 1,300,000 سعر المحبس 1,300,000 ابو علي قردول رجالي مدى تجاوبين اختي اعتذر جدا من عندكم واعتذر من كل شخص مدى اجاوبه لان مثل ما تشوفون انه مدى الحق اشوف التعليقات كلها فراح اجاوب على التعليقات اللي اقدر عليها ام حوراء شلعتي قلبي رتب عسكرية اقول ولا حبيبتي رتب العسكرية تشارفين المحل الدفين عربون ونصيغ لش مثلها لان هي صياغة خاصة شوفوا لي دول البتوت ايناس اميرة عمري انتي نورتينا في دول قلبش اشكرك دولي البتوت 73 غرام و 280 سعرهم 5,055,000 5,055,000 حيدر خليل اكو محابس رجالية مصطفى وين المحابس الرجالية لانه ما يدي سنوع عن محابس رجالية ايناس اميرة عمري انتي الاجمل عيونك هي الاجمل حبيبتي نورتينا الشوهاني حسن محابس رجالية تدللون هسه أنا راح أعرض لكم محابس رجالية شوفوا لي دولي البتوت دولي البتوت وزنهم 59 غرام 59 غرام و 950 دولي الأجور 6-4 تمام دولي اجورهم 4,000 على غرام 59 غرام و 950 دولي سعرهم 4,135,000 4,135,000 هاك مصطفى
طبعا ارجع واذكر بسعر الذهب. سعر الذهب اليوم 325 و310 نشتري من عندكم. عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. اجورنا مثل ما تعرفون اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق. اجورنا هي فقط 4000 على غرام من ما عدا القطع. يعني اكثر القطع اللي موجوده عندنا بالمحل اجورها 4000 ما عدا القطع اللي بتجينا وبدنا نحدث بالقطع فيكون اجورها 6000 على غرام. يعني عندنا بضاعه تلقوها اجورها 6 واكو بضاعه اجورها 4000. مثلا شوفوا لي هذا السوار الليرات هذا اجوره 6000 6000 فقط على غرام. هذا السوار اجوره شلون؟ اي كثير. هذا السوار وزنه 16 غرام و90. سعره 1,200,000. سعر السوار 1,200,000. زهرة النرجس ممكن تعرضون تخم للعرسان. حبيبتي انه احنا دائما بكل بيت نطلع نوضح ليش ما نعرض التخم بالبيت، لان التخم كلش هواية عندنا وموديلات مختلفة. يعني اذا عرضها لكم يعني اذا عرضها لكم هسه ما لحد نعطيها بس تخم. فاللي اريد من عندكم اللي يريد تخم يراسلنا على الخاص راح يدزوا لك كل الموديلات اللي موجوده عندنا وتدللون. ثقتي بالله تكفيني رزي الله يخليش حياتي انت. اعتذر جدا من عندك يا ريت تعيدين تعليقش لان مش شفته. فاعتذر جدا. شوفوا لي هذا السوار شوفوا ايش قد حلو. شوفوا شلون جمال ريان القنديل. يا هلا وغلا بصياغة جودي منورين الشمس والقمر في آن واحد. حياتي عمري انتي اشكر شدوى القلبش انتي اللي منورتنا. شوفوا لي هذا السوار شوفوا جماليته والله العظيم جمالية مو طبيعية. جماله جمال خاص مميز هذا شيء مو طبيعي. راح نشوف وزنه وسعره. وزنه 32 غرام و330. سعره الإجور السوار 4 إجورة 4. سعر السوار 1,230,000. 1,230,000. اللي التعليقات ما لحقت عليها زوجي سر سعادتي محبس ليارة تدللين عمري. هسه راح نعرض لكم المحابس اللي اريده منكم. صعدوا لنا البث سوونا مشاركات اكثر سووا مشاركات للبث صعدوا لنا اياه على مود اعرض لكم البضاعه اللي مو البضاعه عندي ورايد لي واهس على مود اعرضها لكم. ما ادري شو واهس من عندكم. شوفوا لي هذا السوار مظفر العبيدي نور بوجودك انت اللي منورنا اشكرك. ثقتي بالله تكفيني ردي حبيبتي والله اعتذر جدا من عندك بس ما ادري اشوف كل التعليقات. هذا السوار 22 غرام و340. سعره 1,540,000. شوفوا لي 1,540,000. شوفوا لي هذا السوار شوفوا هذا الجمال شوفوا السوار ايش قد حلو. هذا اجوره 6000 على غرام. يعني بالنسبه لشكله وجماليته كلش قليل. اجور 6000 فقط على الغرام. راح نشوف وزنه انا وياكم ونشوف سعره. وزنه 22 غرام و810. 22 غرام و810. سعره 1,620,000. 1,620,000. ابو علي المنشا شنو اختي؟ الذهب مالتنا كله مستورد. كله مستورد ذهبنا ما عندنا ذهب عراقي. ذهبنا كله خليجي تركي ايطالي. شوفوا لي هذا السوار
شوفوا لي هذا السوار شلون جمال. هذا السوار خلينا نشوف وزنه سعره 14 غرام و250، سعره 985,000. السعر 985,000. شوفوا لي دولي الملاوي، دولي ملاوي إيطالي جيسيكا، إجورهم فقط 4000 على غرام. الإجور فقط 4000 على غرام ذهبهم إيطالي جيسيكا. راح نشوف وزنهم وسعرهم. وزنهم 52 غرام 275 و880. سعرهم 3,650,000. 3,650,000. القطع اللي تعجبكم تقدرون تاخذوا لها سكرين مثل ما قلت اقول لكم دائما. محبس يا رب. فانا اصير كاتب تبيعي لي هاي القلاده بس بدل ما تنباع كليتي. شوفوا لي دول الملاوي. شوفوا دول الملاوي، شوفوا الجمال، الأناقة، يعني فتشي كلش روعة. يعني اللي وصلتنا البضاعة فتشي تحفة كلش حلوة. اللي أريده منكم إنه أنتوا ما تصعدونا البث، سوونا مشاركات، صعدونا البث أكثر وأكثر، لأن البضاعة اللي عندنا مثل ما قلت لكم إنه ما عرضها كلها إذا ما صعدونا البث. خلينا نشوف دولي وزنهم 2 جرام وسعر. دولي وزنهم 61 غرام و530، سعرهم 4,245,000. 4,245,000. مصطفى تبع ثقتي، اي لحظة ثقتي بربي تكفيني. ممكن لحظة ممكن تعرضون كرسي جابر الوزن 10 مثاقيل بس جابر بدون زحمة. عمرك الدلالين من عيوني هسه نعرض لك اي شيء تريدينه. اي اريد كرسي جابر 10 مثاقيل. ماكو؟ اكو اكثر حبيبتي مثل ما سمعتي، كرسي جابر يجي بوزن اكثر. شوفوا لي دول الملاوي، خلينا نشوف وزن هاي الملاوي وسعرهم. وزنهم 60 غرام و340، سعرهم 4,165,000. 4,165,000. علاء الملكي، ممكن سعر المحبس اللي بايدش تدللون؟ هذا المحبس تقدرون تاخذوا له سكرين، تاخذوا له سكرين تدزونه على الخاص اللي ما يلحق يدز تفاصيله كوزن وسعر. وزنه 18 غرام، وزنه 18 غرام و310، سعره 1,300,000. سعر المحبس 1,300,000. مصطفى انطيني دولي التوت. شوفوا لي دولي التوت، شوفوا نعومتهم والنزاكة مالتهم في شيء مو طبيعي، كلش حلوات ونازكات. خلينا نشوف وزنهم وسعرهم. سوار حصيرة، السوار الحصيرة اللي عرضت لكم هسه قبل شوية مو تمام؟ هذا التوت وزنهم 55 غرام و950، سعرهم 3,860,000. 3,860,000. أحمد البدري، عيني ايش قد سعر الكرسي؟ أي كرسي تقصد يعني؟ ها هذا سعره 18,170,000. واللي دا يسأل
شلون قبل شويه اي لدي يسال على سعره، تلقون سعره مثبت بتعليق داخل البيت، سعر القلاده 18 مليون سعرها وزنها 18 مليون و170 الف. مصطفى اشكرك انت اللي منورنا، شوفوا لي هذا المحبس، شوفوا هذا المحبس الجد حلو، شوفوا لي اياه شمس الصباح الجد، سعر الميدالية اللي لابستها اوكي حبيبتي سعرها 18 مليون و170 الف. شوفوا هذا المحبس، شوفوا ايش قد حلو، طبعا هذا الحجر مالته مطروح، هذا فقط وزن الذهب، شوفوا شلون جمال، راح نشوف وزنه وسعره. حبي عرض اوزان خفيفه ندى حبيبتي الدلالين، بس انا منتظرتكم تصعدوا لي البيت على مود انتوا تردون مني شيء قريب وقابل شيء، بس انا اعرض لكم كل شيء، اي شيء تردونه انا هسه محضرته لكم. اوزان خفيفه اوزان سعره مليون و300. هذا المحبس الحجر وزنه 7 غرامات و320 هذا اجوره فقط 4000 على الغرام، سعره 505000، سعره 505000. مثل ما قلت لكم الحجر مالته مطروح، هذا فقط وزن الذهب. شوفوا لي ذولي، شوفوا ذولي الكلبشات جد حلوة، شوفوا شلون جمال. ها رجع لي محبس، رجع لي صور، شوفوا لي هاي الكلبشات، شوفوا جد حلوة هي، بس السلاسل أنا معجبة بالسلاسل فمخلي صورة ثلاثة بس على السلاسل. شوفوا شقد حلوات، شوفوا جمالهم، فد شي مو طبيعي، يعني نزاكة مو طبيعية. خلي نشوف وزنهم اثنينهم ونشوف سعرهم. وزنهم 49 غرام و680 سعرهم 3,425,000، سعرهم 3,425,000. ارجع واذكر عنواننا، سعر الذهب اللي يسأل على سعر الذهب وعلى عنواننا، سعر الذهب اليوم 325 بيع و310 نشتري من عندكم، عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. اجورنا مثل ما تعرفون اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا فقط 4000 على غرام. طبعا الأغلبية البضاعة اللي موجودة عندنا داخل المحل هي اجورها 4000، عندنا قطع معينة اجورها 6000. عندنا خدمة توصيل لكل محافظات العراق من الشمال للجنوب، مناطق بغداد كلها. النور بوجودكم، اشكركم نورتونا. ممكن دول البتوت، شوفوا لي دول البتوت، هذا اللي يروح على الشام، شوفوا جمالهم. وهم فدوا عرضوا لنا ملاوي سادة الدلالين حبيبتي، هسه اي شيء تردونه راح نعرضه لكم. شوفوا دولي البتول، مثل ما قلت لكم القطع اللي تعجبكم اخذوا لها سكرين. خلي نشوف هذا وزننا، وزن دول البتول 69 غرام و210، سعرهم 4,775,000، 4,775,000. الملاوي اللي لابستهم ايش قد سعرهم؟ هذول الملاوي سعرهم 4,925,000، 4,925,000. اريد محارس رجاليه لانه هواي يطلبون محارس رجاليه. شوفوا لي دول الكلبشة، شوفوا هاي الكلبشة ايش قد حلوة. علي
علي الوندي، النور بوجودك انت اللي منورنا، اشكرك. شوفوا هاي الكلب تشش قد حلوة، شوفوا شلون جمال، فتشي مو طبيعي يعني. شوفوا نقشته مش قد حلوة. ذولي خلي نشوف وزنهم وسعرهم. ذولي وزنهم 47 غرام، 47 غرام مو 830. سعرهم 3,300,000، 3,300,000. شوفوا هذا المحبس اللي دي يسأل على محابس رجالية. شوفوا لي هذا المحبس، شوفوا شان جمال وشان ترتيب. طبعا هذا المحبس يجوره 6,000 على الغرام. راح نشوف لكم وزنه وسعره. وزنه 13.01 غرام، سعره 925، 925,000. تفضل مصطفى. شكرا استاذ مصطفى. شوفوا لي هذا المحبس، شوفوا شلون جمال، شيء مو طبيعي. هذا ايش قد اجوره؟ 6، اجوره 6,000 على الغرام، 11 غرام مو 800، سعره 835,000. سعر هذا المحبس، شوفوا لي اياه، خذوا له سكرين، سعره 835,000. اكو ساده بدون شذر. شنو يعني قصدك المحبس؟ ممكن غفران هيثم، ممكن اعرف سعر هاي القلاده اللي لابستها؟ عمري سعر القلاده 18,170,000. خلي اعدلها، سعرها 18 مليون، اجورها 6,000. بيش القلاده اللي لابستها سعرها 18,170,000. عرضي فاطمة، عرضي شيء هذا مو مال زمان وحرامية. لا حياتي، لا بالعكس، اكو هواية ناس يعني عندنا هواي زبائن وهواي ناس تفضل هيك اشياء يحبوها، لان هو الذهب اصلا زينة وخزينة، يعني الاشياء الثقيلة مو الا شرط يلبسوها، اكو يشتروها يضموها فلوسها بيها، فمو شرط لللبس. يعني اكو هواي فاهمين انه الذهب هو فقط لللبس، لا بالعكس، الفقط العفو الذهب يشترونه يضمونه لان فلوسه بيه. شنو سعر الغرام اليوم ممكن؟ 69 الغرام، 69 اليوم كامل هو والاجور. اريد حلقات نازوكات. رحمه احمد تدللين عمري. انا دا احكي، دا يقولون على الحلقات مضطر. مساء سحر اليقين، مساء الورد على عيونك حبيبتي، انت اللي منورتنا عمري. شوفوا لي هذا المحبس، هذا المحبس رجالي. هذا ايش قد اجوره مصطفى؟ 6، اجوره 6، انا قلتها نفسي 6، 6,000 على غرام، 9 غرامات و 820، سعر المحبس 695,000، 695,000. تفضل مصطفى. شروق الشمس، مرحبا مرحب، اهلا وسهلا بك عمري، نورتينا. شوفوا لي هذا المحبس هماتين رجالي، هذا المحبس المحبس هذا المحبس سعره 360,000، 360,000. شالات حبي عرضي حبابين، تدللين كمكم على شالات اليوم؟ بضاعة جديدة، أغرقكم بأشياء موديلات جديدة اليوم.
بس صعدوا لنا البث لا تنسون. شوفوا لي هذا المحبس. شوفوا شلون جمال. خلي نشوف وزنه وسعره بس لحظة. سوارات عبير. سوارات رجال يراويني. حبيبتي اني هسه راح اراويكم سوارات رجالي. واني هم ماتيم قبل شوية هم عرضت هذا مدري ساعة ثلاثة. هذا ايش قد جورة؟ اي. تمام. يعني هسه اللي تنطيني انا على مود اعرف شلون اطلع سعره. كلهم ستة؟ تمام. انا شردت اقول والله نسيت. لا لا قبل التفاصيل ما ادري شردت اقول. والله نسيت. نسيتني مصطفى. يلا نكمل المحبس لين ما اتذكر. شوفوا لي هذا المحبس. هذا اجوره 6000 على غرام. راح نشوف وزنه وسعره انا وياكم. وزنه 7 غرامات و 660. سعره 545,000. السعر 545,000. انفال القاسم القلاد اللي لابستها بيش مع التوصيل. اول شيء سعرها بدون توصيل. لا توصيل محافظات ولا توصيل بغداد. سعرها 18,170,000. وزن القلادة بغداد 75 مليون 75. ها ها عبالي ده تقول التوصيل. اي القلادة وحدها سعرها 18,170,000. اما التوصيل فالتوصيل داخل بغداد 5,000. اما المحافظات ف 10,000 دينار. شوفوا لي هذا المحبس. شوفوا هذا المحبس ايطالي. فهمتني؟ لا لا. اي. هذا المحبس شوفوا لي يا ايطالي فتشي روعة ويجنن. خلي نشوفه باللبس. لو اني هذا المحبس مالي ايدي كلها. مالي ثلاثة اصابع. خلي نشوف هذا المحبس. شوفوا هذا المحبس. شوفوا جماله والله في شيء مو طبيعي جنن. هذا المحبس. المحبس 10 غرامات و 450. سعره 740,000. سعر المحبس 740,000. ارجعكم. هذا السوليتير ويا الحلقة مالته. دير بالك تغش. ها اوكي ماشي. شوفوا لي هذا السوار. هاي السوارات الرجالية اللي طلبتوها. اللي طلب سوارات رجالي شوفوا لي ياهم دولي. هذا السوار وزنه شقد؟ 14 غرام. سعره 1,045,000. سعر السوار 1,045,000. طبعا ارجع واذكر سعر الذهب اليوم 325 نبيع و 310 نشتري من عندكم. عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. اجورنا مثل ما تعرفون اجورنا فقط 4000 على غرام. اغلب البضاعه اللي موجوده عندنا بالمحل هي اجورها فقط 4000. بس عد مثل ما قلت لكم عندنا جزء منها اجورها 6000 وجزء اجورها 4000 على غرام. عندنا خدمة توصيل لكل محافظات العراق من الشمال للجنوب. صار ساعة أسأل على ساعات ذهب تدللين عمري. ولو احنا وقت البث مالتنا قرب انتهى بس تدللين راح أعرض لك الساعة الذهب اللي ترديها وراح ننهي البث وياكم. وطبعا راح أقول لكم في شيء إنه اليوم البث مو ها جزوي أسكت أحكي. أي اليوم البث مو شيء فما عرضت لكم كل البضاعه اللي انتم رايديها. بس ان شاء الله بالايام الجايه محضرت لكم اني بضاعه وان شاء الله تجينا بضاعه اكثر واكثر وبضاعه كلش حلوه. مثل ما قلت لكم بدنا نحدد بضاعتنا. فمصطفى ممكن تجيب لي ساعه ذهب؟ فراح اعرض لكم الساعه الذهب وراح ننهي البث وياكم. اكو توصيل محافظات لو لا؟ اكيد توصيل محافظات موجود لكل محافظات العراق مثل ما قلت لكم من الشمال الى الجنوب. Thank you.
انظر اقل موسوي هلا ومنوره حياتي عمري نور بوجودك انت اللي منورتنا عمري انت. سعر القلاده سعرها 18,170,000. تسبيح الزهراء حب المحبس اللي بايدك ايش قد سعره اللي هو هذا سعره 1,300,000. باكر جايتكم تنورين كل الهلا ومية مرحبا بيك عمري انتي تنورين بكل وقت. حلقات اريد حلقات انا منتظره الساعد يجيبوا ليها على مود انهي الباب. عندك اريد اريد الستاند مال الحلقات قبل لا انهي الباب. لا مو ستاند شو هاي الساعة الذهب يعني يتكبر عادي. شوفوا لي هاي الساعة الذهب اي تمام اعطيني هذا هنا في توصيل الأردن. نعتذر جدا ما عندنا اي توصيل خارج العراق توصيلنا فقط داخل العراق. شوفوا لي هاي الساعة راح نشوف وزنها انا وياكم نشوف سعرها. طبعا اخذوا لها سكرين اللي عجبه ياخذ سكرين القطع اللي دا اعرضها لكم. راح نشوف وزنها وزنها 55 غرام و290 سعرها 3,815,000 3,815,000. علي البغدادي وعليكم السلام اهلا وسهلا نورتنا. الحلقات راح اعرض لكم راح اعرض لكم جزء من الحلقات اللي عندنا لان على مود وقت البث لان قرب ينتهي. فراح اعرض لكم ستاند واحد من الحلقات واي شيء تردونه راسلونا على الخاص وراح نرد عليكم ان شاء الله. واي شيء تردونه ندز لكم كل الموديلات اللي تردوها بالوزن والسعر اللي تردوه. ملاوي شلبس عاد اكمل. شوفوا لي هاي الحلقات راح يعني اعرضها لكم بشكل سريع بداخل الستاند. فانتوا القطعه اللي تعجبكم اخذوا لها سكرين وراح اقربها على الكاميرا وشوفوا لي اياها. اخذوا لها سكرين للحلقه اللي تعجبكم. اخذوا سكرينات للقطع اللي تعجبكم وراسلونا على الخاص راح نجز لكم تفاصيلها كوزن وسعر وتتدللون. اللي هنا أنا راح ننهي البث وياكم. ان شاء الله نجيكم على غير يوم بس بشرط انه تصعدونا البث ترى والله يعني خاف المره عرضتلكم والله خاف المره عرضتلكم المره الثانيه ما اعرف اشياء جديده. فاني دائما بكل بث اول ما تيجي بضاعه جديده انا بدي احجز البضاعه الحلوه الجديده واقول لهم انه نطلع نعرضها ببث. فاللي اريده منكم انه البث الجاي ان شاء الله تساعدوني المشاهدات لان البث الجاي راح نحضر عقب باكر 8 يعني مو قبلها يعني لا تردين من 6 للعشرة عادي بيش حال تحكي من 6 ل 10 لا انا بالبث عادي يصير لي واهس لان اسئله واجوبه اي بس مو ايش مو صدقتوا بثمانية اوكي عقب باشر نحضر لكم بضاعه جديده. اللي اريده منكم انه البث الجاي تساعدونا البث لان البضاعه اللي راح احضرها لكم بضاعه مو طبيعيه وكلش حلوه ومن ضمنهم البضاعه اليوم شويه اللي ما عرضتها لكم هم راح اعرضها البث الجاي ان شاء الله. انتظرونا عقب باكر ساعة 8 بالليل يعني تقريبا مثل هيك وقت. واللي هنا راح ننهي البث وياكم وان شاء الله نشوفكم عقب باكر على خير وسلام ومحبه يا ربي. وان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ الجميع ويستر على امه محمد ان شاء الله. تحياتي لكم مع السلامه.